وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. الموسيقى الحلوة بحبها كتير، تخليني روح على عالم تاني. أول ما جينا على ريف حلب الغربي أنا أديت هون شي أكتر من 50-60 حفلة، كانوا كتير رائعات. أحياناً كنا نروح على نادي الصيفي نتدرب فيه، أحياناً مثلاً لاقي مسكر جنب، فأنا بضطر إني أجي على جنب النادي في يعني محل دمار وخراب، كنا أنا وأستاذي نقعد نتدرب فيه، أنه كانت المدينة يمكن يعني مقصوفة. أثر علي الحرب مثلا لما بدي روح أقدم عرض إنه مثلا تجي وتقصف وتضرب إنه تصيبني أي شظية أو قذيفة، وحتى بالبيت بخاف إنه تضرب على بيتنا تضرب جنبنا نهد السقف، يعني هذا كتير بحسسني بخوف. إن شاء الله أنا رح أكون نجمة ورح أكون مشهورة إن شاء الله وأنا مستمرة.